ما حكم من نام نوما خفيفا أثناء خطبة الجمعة؟ هل بطلت طهارته؟ لا، النوم من الجالس، النوم اليسير من الجالس لا يضر الطهارة، هذا نعاس، النعاس لا يبطل الوضوء. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينعسون، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. النعاس الخفيف من الجالس لا يضر.